الصلاة والسلام له حديث أيضا يقول: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. هنا لدينا معنيان أيها الأحبة، أي أن الرجل يدخل إلى المسجد ويتباهى أمام الناس، أو يتباهون بالزخرفة وإنفاق الملايين على زخرفة هذه المساجد التي تشغل المصلي. يعني حقيقة الإنسان عندما يدخل للصلاة هو ترك بيته وترك المجتمع وترك الناس والهموم والمشاكل، أراد أن يدخل إلى بيت الله ليرتاح. فعندما يرى هذه الزخارف وهذه الفخامة وهذه الملايين التي تنفق لا يرتاح حقيقة. طبعا هنا نحن لا نقول يعني هناك تحريم في الاعتناء بالمساجد، لا، ولكن هذه علامة من علامات الساعة. يعني هذا الحديث لا يقول أن زخرفة مساجد حلال أو حرام، هو لا يتحدث عن ذلك، هو يربط ظاهرة ستحدث مثل ظهور القلم. ظهور القلم وانتشار ظاهرة الطباعة الإلكترونية والليزرية وصناعة مليارات الأقلام وانتشار هذه الأقلام بسبب حاجة الناس إليها في الجامعات والمدارس والمكاتب، هذه الظاهرة ليست حراما، يعني ظهور القلم ليس، ولكن النبي يحدثك عن أمر إذا حدث وانتشر اعلم أن الساعة قريبة. إذا يعني اهتم الناس كثيرا بزخرفة بيوت الله، ويعني تجد أن مسجد ينفق عليه الملايين وزخرفة كبيرة جدا وإنفاق، وتجد بجانبه فقير لا يجد لقمة يأكلها، فهذا هو الأمر الذي أشار إليه النبي وقال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد.